تقول: والدتي توفي عنها والدي قبل 17 عاما، ولكنها لم تعتد جهلا منها، وعمرها اليوم يجاوز 70، فهل توصونها بشيء جزاكم الله خيرا؟ العدة حصلت بمضي المدة عليها، إذا مضى عليها 4 أشهر و10 أيام فقد حصلت العدة. إذا مضى عليها 4 أشهر و10 أيام من الوفاة وهي لم تتزوج فإنها تكون قد أكملت العدة ولو لم تنويها، إنما الممنوع أن تتزوج في أثناء هذه الفترة. نعم. أو تخطب خطبة صريحة في أثناء هذه المدة. وكذلك كان من الواجب عليها أن تتجنب الزينة، تتجنب الطيب، وتتجنب الخروج من المنزل إلا بضرورة، لكن الإحداد يسقط بمضي مدته، إذا مضت مدته فإنه يسقط والعدة صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.